الرئيسي للقاية البكار في صباح هذا اليوم، في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم الجميل، الثلاثاء الموافق للعشرون من شهر يناير لعام 2015. وتنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان ينطلق بالتوجيهات السامية والدعم السامي والكريم من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط، وجائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة رصدت لبطلة وللفائزة بهذا الشوط، وهي سيارة نيسان بترول ستيشن في الانتظار. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المركز الأول ومن تحتل الصدارة. تنطلق هنا الجذابة لمحمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري على مقدمة الشوط. ينطلق المجازف في أول أشواط هذا الصباح مع الجذابة على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني حيث التواجد من الشاهينية سيف بن سعيد بن علي الشامسي تحتل المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، تتواجد فيه راهية حمد الدهيمي بن حمد بن سهيل العامري على المركز الثالث. دور المركز الرابع، الطيارة تتواجد مع شعار البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، بينما المركز الخامس الوصول والتقدم من سرابة لمبارك بن محمد بن نصره العامري. هذا هو نداءنا الأول مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم في كل مكان في دول الخليج في ميادينها المنتشرة في كل مكان. هذا هو نداءنا الأول للمراكز المتقدمة الأولى في يوم اللقاية الثاني، ثاني أيام اللقاية. يوم اللقاية كان يوم الأمس الفترة الصباحية جوائز نقدية قيمة وعشرون شوطا، والفترة المسائية شهد إقامة جوائز عينية، وهذا أيضا اليوم خاص باللقاية ومن مسافة الخمسة كيلومترات. نهني جميع الفائزين، نهني جميع المتنومسين، نهني جميع المحققين للآمال والطموحات في هذا الموسم وفي إحدى الختاميات الكبيرة الذي خصص هذا المهرجان بكل مقدراته بكل ملايينه وجوائزه العينية القيمة لأبناء القبائل ولمواطنون دول مجلس التعاون الخليجي في مكرمة نشاهدها في هذا العام، وأيضا بهذا الدعم السخي من سيدي سمو أمير البلاد المفدى لأبناء هذه الرياضة حفظه الله ورعاه. نعود إلى مقدمة الشوط حيث التواجد من الجذابة، وأول كيلوين متر يا بن زيتون المهيري تنقضي من مسافة الشوط، ويتبقى ثلاثة كيلومترات ثقيلات وحاملات لبعض المفاجآت في الأمتار القليلة المتبقية. هذه الجذابة لمحمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري الذي أطلق عليه المجازف، هذا هو المجازف وممثلا لأبناء منازف في هذا الشوط ودائما في مشاركاته القوية والفعالة. هذا هو بن زيتون، أشهر من نار على علم في مجال التضمير، ولكن أبناء زعبيل، أبناء زعبيل على المركز الثاني مع الوارية. هذه الوارية تتقدم، تتحرك الوارية لمحمد بن سعيد بن مرانة بن غدير الاكتبي ومتابعة المتحدي سالم بن سعيد بن مرانة لها في هذا الشوط. يا سلام من قدم الاستراتيجية في مساء البارحة واحتلت المركز الثالث، نتمنى له التوفيق ولكل المشاركين. ننتقل إلى المركز الرابع، هذه راهية وسلالة راهي على المركز الثالث، حمد الدهيمي بن حمد بن سهيل العامري على المركز الثالث وانطلاقتها قوية. المركز الرابع شعار البرنس الذي حاز دائما على الرموز وعلى الأشواط الرئيسية يتواجد في صباح هذا اليوم مقدما الطيارة اللي بتطير في الوقت المناسب، هذه الطيارة اللي جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على المركز الثالث ممثلة لأبناء الشحانية والريان في هذا الشوط. المركز الخامس الوصول والانطلاق من الشاهينية سيف بن سعيد بن علي الشامسي، وهذا هو نداءنا الثالث مشاهدينا الكرام. نعود
يعود إلى التنافس القوي. يا سلام أبناء منازف وأبناء زعبيل في تنافس صباحي جميل على اختطاف المركز الأول وعلى اختطاف ناموس الشوط ووشاح المركز الأول الغالي. من ستوشح بالمركز الأول والرقم واحد في هذا الشوط وكذلك الجائزة العينية القيمة وكذلك التهاني والناموس إلى من ستنهال؟ الله، انطلقت اللقاية، انطلقت الوارية، الوارية 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 على المركز الأول. بن منانة يقدم الوارية، المتحدي يقدمها، محمد بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يقدم الوارية مع ال 1500 متر الأخيرة. من انطلقت في المركز الأول؟ الوارية مشاهدينا الأعزاء على المركز الأول، الجذابة تلاحقها وبن زيتون المهيري، محمد بن زيتون المهيري يقدم الجذابة، والاثنين عمالقة في التضمير وفي الملكية سواء بن منانة أو بن زيتون. يا سلام يا سلام، المركز الثالث وصلت وانطلقت راهيو، انطلقت راهية مشاهدينا الأعزاء والعصاقوس، راهية خطيرة على المركز الثالث، تعود ملكيتها لحمد الدهيمي بن سهيل العامري. والمركز الرابع وصلت اللي انطلقت في هذه اللحظات وتحركت هنا ثروة، عبيد بن أحمد بن سعيد العليلي في أول نداء لها. الكيلو الأخير، الكيلو متر المثير يا مضمرين يا جماهيرنا الأعزاء، وانطلقت الوارية تتوارى عن الأنظار في هذه اللحظات من خلال هذا التقدم الممتاز. وأبناء زعبيل يتمنون يطمحون في اختطاف هذا الشوط الرئيسي وناموسه الغالي في هذا المهرجان الغالي، ولهم عوايد أيضا على في مثل هذه الأشواط والمهرجانات وعلى الحضور المميز. ولكن المجازف يقدم الجذابة، يوصلوا الجذابة والوارية، الوارية والجذابة، الشوط لمن؟ ولع الشوط. يا سلام، الجذابة من الجانب الآخر تتسلل بآمال المجازف، بطموحات المجازف في هذا الشوط. انطلقت الوارية، تعادت الوارية، وأيضا وصول من بينونة، وصلت بينونة مشاهدينا الأعزاء أبناء الغربية مع المركز الثالث والشعار المنصوري. ولكن المجازف محمد بن زيتون المهيري مع الجذابة، ولكن عادت الوارية لتنقل السلام إلى زعبيل وإلى أبناء زعبيل. يا سلام، الوارية 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 تختطف الشوط الرئيسي، تختطف الشوط الصباحي مع شعار المتحدي ومع المتحدي في ميدان المتحدي في ميدان التحدي. وسلام يا الوارية، سلام سلام يا الوارية، سلام، تهانينا والناموس، وسلام يا زعبيل، سلام على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، المركز الثاني الجذابة لمحمد بن عتيق ومحمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث، المركز الثالث راهية لحمد الدهيمي بن حمد بن سهيل العامري. المركز الرابع وصلت فيه بينونة لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس ثروة لعبيد بن أحمد بن سعيد العليلي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ومنافسة شيقة في هذا الشوط جمعت ما بين الوارية المملوكة اللي محمد بن سعيد بن منانة إذن الوارية لمحمد بن سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، وكذلك الجذابة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذا هو ملخص الشوط متابعينا الأعزاء، ومنافسة حامية الوطيس ما بين الشعارين، ولكن الوارية هي من اختطفت المركز الأول، والتهاني تذهب إلى أبناء زعبيل. قطعت المسافة في 7:45 40 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سعيد بن منانة بن غدي الافتبي، والتهاني لسالم بن منانة من تابعها في هذا الشوط. المركز الثاني الجذابة 7:45 84 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الجذابة محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري. المركز الثالث وصلت فيه راهية 7:46 88 جزء من الثانية. تهانينا لمالك راهية حمد الدهيمي بن حمد بن السهيل العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين. إذن انطلاقة قوية سجلت في صباح هذا اليوم وفي أول